خير ان شاء الله في احسن الاحوال. مرحبا بيا عندكم مره اخرى، ولا ان شاء الله يجيكم يوم 1/0 تاع الصومو، سهله بزاف البنات وسريعه جدا جدا ان شاء الله باذن الله. ولا ندوزو نيشان ان شاء الله المكونات. هنايا عندي واحد 4 تاع لي فيلي تاع الصومو اللي صراحه شريتهم كونجلي. اذا غيكون عندي جوج تاع انواع تاع لي صوص، لاصوص الاولى اللي غتكون كان المارينيو فيها الصومو ان شاء الله ونديروه يتشحر في الزبده، عاد غادي نديروه في لاصوص اللي غترافق ترافقوا ان شاء الله. اذا اول صوص اللي غنتمغي لا مارينا اللي غنديروا فيها الصومو غيكون عندي فيها الخل، غيكون عندي فيها شويه البزار وزريعه القزبور وشويه الثوم الغبره وشويه تاع ازير، وغادي نشحروا شويه الزبده ان شاء الله. ولاصوص الثانيه حتى هي غندير فيها شويه الزبده والزيت، غتكون عندي فيها شويه تاع البصله ومطيشه والسودانيه كيف كتشوفوا معايا، وهذا الكوب هذا نتاع الخضره اللي ما كيخطانيش في النوع تاع الوصفات، ولا كريم السائله نتاع الطياب. نبداو ان شاء الله. اول حاجه غادي ندير شويه نتاع الخل، هكا دائما شي موس نتقبل هاد الصومو هذا ديالنا تدخل الماريناد مزيان. غادي ندير ديك الثومه غبره، ما تسمحوا لي بزاف ما تضيفوا الثومه ان شاء الله اللي غتعرف في لاصوص اخرى. وازير، ازير كيجي زوين بزاف الناس مع الصومو. هذه لا ماريناد اللي غادي ندوز فيها الصومو هو الاول، وغادي نديرو يتشحر ان شاء الله في هاد لا ماريناد مع شويه نتاع الزبده، وعاد ان شاء الله ملي توجد ليا لاصوص غادي نديرو معاها الملح بطبيعه الحال نسيتها، ولكن حتى هي ضروري خاصها تكون. بالنسبه للصومو كما كنكتلوش الملحه غنديرو غير شويه ان شاء الله، حيت باقي لاصوص الاخرى غتكون فيها الملحه. فوالا فوالا البنات، غنبداو ان شاء الله بلا مارينا الاولى نتاع الصومو. هنا كنشحروهم البنات بحال غندير لهم الصبيبه، وهنا راني شعلت المقله كيف كتشوفوا معايا. حتى انا ندير شويه د الزبده والزيت، ثومة لا كريم حتى لخر البنات، حتى تحنا مزيان ديك البصلة مع مطيشة، عاد نزيد الثومة مع الموز
وشويه نتاع السوداني عطيها واحد المذاق رائع. كتشوفوا معايا البنات الصومون بدا كيشد لوين، خاصو يتحمر شي شويه ويولي بحال هكا، عاد ان شاء الله غادي ندفع عليه باش نزيدو اللاصيص. ورا البنات شوفوا معايا صومو كيشد اللون، هذا هو اللي خاص يكون عنده هنايا البنات. نديرها فيلي بلا ديك الجليده ديالو، ولا كانت كنطيبوه من الاول على الوجه ومن بعد عاد كنقلبوه وكنحيدو ديك الجليده. هنايا الصلصه ديالنا ها هي طابت، دابا عاد غادي نزيد عليها لاكريم. ودابا غادي نزيدو هادوك لي صومو، كتشوفوا انا سلقت شويه نتاع لي بروكولي لي بيوم غنرافق هاد لو بلا ان شاء الله، سلقاهم في الماء حيت من بعد غادي نزيد عليهم ديك لاصوص نتاع لو سومون ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا كيف قلت لكم تماما عشاء ساهل مهل البنات، ما كيشدش الوقت بزاف. هاد لو سومون دابا عاوتاني غادي تشوفوا شرب شويه هاد لا مارينات ان شاء الله. لا كريم كي تشوفوا هي اخترات، وان شاء الله دابا غادي نجمع هاد الروينه هادي وغادي ندوز معكم ان شاء الله للتقديم. فوالا البنات كي تشوفوا معايا ها هو الطبق ديالي وجدتو، كتشوفوا لاصوص ما شاء الله غزاله اختارت وجدت فنه، يعني الطبق ماشي ما كيشدش حتى نقولوا واحد نص ساعه نتاع التحضير، وكيجي غزال ما شاء الله. وتقدروا ديروا معاه اي خضره بغيتو، شويه نتاع بطاطا صوتي، اي خضره عندكم متواجده في البيت تقدروا تقدموها معاه. شوفوا ما شاء الله كي جات غزاله صراحه، وداك الحار عطاها واحد المذاق فن لهاد لاصوص هادي. فوالا الاخوات نتمنى انها تنال اعجابكم ان شاء الله، وانكم تقدموها في البيوت ديالكم. تنقول لكم بالصحه والراحه الى وصفه اخرى ان شاء الله.